الفنان محمد لطفي، برحب بيك النهارده في ختام الجونه. شفت افلام ايه عجبتك؟ اخبار الجونه ايه معاك؟ والله انا معظم يعني انا شفت افلام كتير يعني، وهي مختلفه يعني. شفت الافلام الروائيه القصيره، وشفت الافلام الطويله، وشفت افلام تسجيليه، وشفت افلام قصيره لمخرجين جدد. فالحقيقه يعني لفت نظري يعني افلام كتير، بس كل بلد يعني مشتركه في المهرجان، هم عندهم مشاكلهم وليهم رؤيتهم في السينما بتاعتهم. انا بالنسبه لي اللي خطفني اكتر فيلم يوم الدين. فيلم يوم الدين بيفتح قضيه كبيره، شيء حسيته ازاي؟ مش قضيه ولا حاجه، هي مشاعر جديده، ويعني حاله كده حلوه إنسانية جديدة. يعني الناس ما تهتمش ولا بتاخد بالها منها، الناس المشوهين أو المهمشين أو ذوي الاحتياجات الخاصة ومشاكلهم، وأنهم منبوذين من المجتمع. عشان كده هم بيقولوا جوه الفيلم احنا ما خدناش حقنا في الدنيا ناخد يوم الدين. فدي مشاعرهم يعني نحو الناس دي، المخرج والمؤلف والمنتج، أنا بحييها. يعني نفسك تشوف ايه في جونة تلاتة؟ افلام اكتر، مع ان يعني مش بلحق انام. يعني انا تابعت تقريبا معظم الافلام، وهم مستغربين قوي كل اللي بيقابلوني ان انا بصحى بدري الساعة اروح 12 ومرة 3 ومرة 6 وما شفتوش زي هنا اشوفه هنا. بس كنت مبسوط جدا، وهو دي فايدة المهرجان، ان هو هيعمل ابديت وتعمل ابجريد لكل حاجة، وابديت لنفسك، وتشوف رؤى الناس ايه، والعالم بيتكلم عن ايه، والافلام القصيرة ايه. ويعني لقينا ان احنا مستوانا عالي جدا. يعني فيلم يوم الدين مستوى راقي، وفيلم عيار ناري كويس، والفيلم القصير بتاع منة شلبي وأسر ياسين كويس جدا، وفيلم تامر دبور كويس جدا، وفي افلام هندي كويسه، وفي افلام ايطالي. اتفرجت على افلام ايطالي كتير، كان حظي دايما مع الايطالي، بس بيتكلموا زينا يعني اكنهم من الفيوم. الفيلم ده متصور في الفيوم، يقول لك مالك في ايه دي جود بون لابور نادو داتا، بالظبط زي الفلاحين عندنا، والله لهجه. فانا كنت سعيد جدا ومبسوط ان في افلام في المنيا بيتكلموا ايطالي. استقبلت ازاي النجاح بتاع مسلسل ايوب، ومنتظرين منك ايه جديد؟ والله بشكر ربنا استقبلته الحمد بحمد الله، وشكره على التوفيق. وانا يعني دايما عايز اتقدم وعايز اتحسن، انا كل يوم بتعلم حاجه. يعني انا بتعامل مع كل شغل بيجي لي اكني لسه اول مره همثل، فباخد بالي من كل التفاصيل وكل الحاجات، واقعد اجتهد عليه واطلع منه حاجه، لان انا اتعودت على المدرسه دي وتعلمت من الاستاذ احمد زكي. فيعني كنت بعمل مجهود عشان يبان حاجه اتعلم في الفيلم. عمرو دياب هيطلق البومه تقريبا النهارده او بكره، تقول له ايه؟ مبروك الهضبه يا جامد، وما شاء الله كل الاغاني اللي نزلت من الفيلم ما شاء الله عليها. فتحياتي لعمرو دياب، واحنا يعني مبسوطين جدا وفخورين ان عندنا في مصر نجم زي عمرو دياب واستاذ عادل امام. حبيبي بشكرك جدا، مشرفه جدا لينا كلنا. حبيبي تحياتي وتقديري وحبي للنجم عمرو دياب والنجم عادل امام من قلبي. انت كنت عايز اظبط شعري بس الاول قبل ما تصور معايا. جديد ان انا بعمل فيلم اسمه اوف رود مع دكتور طلباني منتج العمل، ويعني شركه جديده وشخص جميل جدا، وحاجه يعني انتاج ضخم جدا، واخراج استاذ رؤوف عبد العزيز، ومجموعه من الممثلين من كل مكان في الدول العربيه، والنجمة مي عمر، النجم زفر عبدين، ومحمد لطفي، وممثلين من الدول العربية من الإمارات والكويت والسعودية، وعلى رأس العمل هو النجم أنتونيو بانديراس المفروض. الله يخليك، متشكر جدا يا حبيبي. تحت هنتصور في دبي وإيطاليا، وإن شاء الله يعني ربنا يوفقنا فيه. تحياتي.